شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فوز فريق ماكلارين ببطولة العالم للفورمولا 1 للصانعين لأول مرة منذ 26 عاما والمركز الأول في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 والذي أقيم يوم أمس في حلبة مرسياس أبوظبي. ورفع سمو حفظه الله بهذه المناسبة أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدا سموه بالإنجاز المميز الذي حققه فريق ماكلارين. وبهذه المناسبة أكد سموه أن النجاحات المتوالية والإنجازات المشرفة التي تواصل مملكة البحرين تحقيقها في مختلف البطولات والمحافل الدولية الرياضية هي نتاج لما يحظى به القطاع الرياضي اليوم من رعاية واهتمام دائم من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كان الباعث لتحقيق المزيد من المنجزات بما يسهم بالدفع بالقطاع قدما. وهنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح استضافة دولة الإمارات لهذا السباق، متمنيا لدولة الإمارات دوام التطور والتقدم وللقائمين على حلبة مرسياس لسباقات الفورمولا 1 المزيد من التوفيق والنجاح. كما هنأ سموه معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الشركة مشيدا بجهودهم الطيبة وحرصهم المستمر على مواصلة تطوير مجالات الاستثمار الناجحة بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي ويحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. وأشار سموه إلى أن دول مجلس التعاون دول الخليج العربية قدمت نموذجا رائدا في مجال تنظيم السباقات الدولية وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية ومقومات استثنائية جعلتها من الدول المميزة في استضافتها للبطولات والسباقات الدولية، مشيرا سموه إلى نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المستمرة في تنظيم واستضافة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 والتي تضاف لمسيرة النجاحات التي تحققها دول المنطقة في استضافة وتنظيم سباقات الفورمولا 1. وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد قام بجولة تفقدية في حلبة مرسياس اطلع خلالها على الإعداد والتجهيزات النهائية قبيل انطلاق السباق. وقد التقى سموه في حلبة مرسياس للفورمولا 1 عددا من كبار الشخصيات والمسؤولين.